موعد مشاهدة مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد، البث المباشر من دوري أبطال أوروبا، البطولة، القنوات الناقلة والمعلقة. بالنسبة للبطولة فستكون دورة مجموعات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ستنقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورت HD1. ستقام هذه المباراة على ملعب يوفنتوس أرينا. سيقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق عصام الشوالي. أما بالنسبة لتوقيت وموعد هذه المباراة حسب الدول العربية فهو كالتالي: ستقام هذه المباراة على الساعة 11 ليلا بتوقيت كل من السعودية، العراق، اليمن، البحرين، الكويت، قطر وجزر القمر، وعلى الساعة 10 ليلا بتوقيت مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، السودان وليبيا، وستكون على الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وعلى الساعة منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما بتوقيت غرينيتش فستكون على الساعة 8 مساء. يوفنتوس الذي حقق العلامة الكاملة في المباريات الثلاثة الأولى يتواجد في المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني في المجموعة ب4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، ويريد فريق اليوفي تكرار الفوز على مانشستر يونايتد بعد فوزه في مباراة ملعب أولد ترافورد من أجل ضمان التأهل للثمن النهائي وضمان صدارة المجموعة، فيما سيحاول مانشستر يونايتد إشعال المنافسة في المجموعة بفوزه هذه الليلة. وفي إطار سعينا الرياضي لتقديم العديد من المميزات الحصرية والدائمة لمتابعينا الأعزاء في كل مكان وذلك لتقريب الأحداث المهمة، نقدم إليكم في هذا التقرير تشكيلة الفريقين المتوقعة لهذا اللقاء. بالنسبة لتشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة فستكون كالتالي: تشيزي في حراسة المرمى، ساندرو وكيليني وبونوتشي وكانسيلو في الدفاع، بيانيتش وخضيرة وبنتانكور في الوسط، ديبالا، كريستيانو رونالدو وكوستا في الهجوم. بالنسبة لتشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في هذا المساء سيكون ديخية في حراسة المرمى، سيكون شو وليندلوف وسمولينج ويونغ في الدفاع، بوغبا، باتيتش، ماتيتش وهيريرا في الوسط، ومارسيال وسانشيز ولينغارد في الهجوم. الرجاء لا تنسوا لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة. شكرا لكم جزيل الشكر.